انا شفت في التقرير حاجات غريبه وانت عامل مجهود الله ينور يعني. ربنا يخليك. طب ايه اللي دي انت بتقول حاجه ولا احساس؟ ده الكف احنا بنمسكه في الحضره عشان اللي ماسك الكف بيظبط حركه الحضره مع المريدين اللي بيذكروا وبيعلي روحهم بالكف مع اللفظ اطلاق اللفظ مظبوط، فبيحرك روحهم من الناحيه ديت. هو ده شغل اللي بيمسك الكف او اللي بيسموه المستفتح عندنا. يعني ايه بقى اللي بيمسك الكف؟ معلش اللي بيمسك الكف اللي هو زي حضرتك ما كنت في التقرير ضربة الايد ديت هي دي شغلتها ان المستفتح بينظم حركه الحضره مع المريدين. لو حضرتك بصيتي في الحضره هتلاقي ان المريد في صف بيرمي يمين والتاني بيرمي عكسه، عاملين زي موج البحر كده. فلازم بيظبط الحركه ديت اولا معاهم، هو بيمشي بيضرب اول بينزل يمين وبعد كده بيتمايل، بقى يبدا التمايل، فهو بيظبط الحركه دي معاهم ومع اللفظ بيقولوا عالي شويه عنهم، فبيبدا يعلي الروح مع، ولابد يكون كل اللي في الحضره مغمضين عينهم.